دقيت الباب لقيتو لي تراس فانو غادي نلقى وخيالك يا رب ليك الى غضب عليك ويعني هذا حضور يعني كصديق وكفنان كعزيز عندي وكنتمنى له التوفيق وندعموا الفنانين المغاربه علاش لا ف يعني هذا الحضور اقل ما يمكن نعمله. في غوار عينه ما تشوف النور دنيا فايته اللي بغاها خلاها.